وتعاني بعض النساء الحوامل من ألم المبيض الذي قد يشكل مصدر للقلق في بعض الحالات. لذلك يجب على أي امرأة حامل تشعر بألم المبيض خاصة خلال الأشهر الأولى من الحمل استشارة الطبيب على الفور، فقد يكون ذلك أحد أعراض المشاكل الصحية الخطيرة التي قد تؤثر في الحامل. وقد يكون ألم المبيض أثناء الحمل أحد أعراض المشاكل الصحية التي تحتاج إلى تدخل طبي فوري، وفي الوقت ذاته قد لا يستدعي ألم المبيض خلال الحمل القلق في بعض الحالات، إلا أنه بجميع الأحوال يفضل أن تستشير الحامل الطبيب عند الشعور بهذا الألم. تتضمن الأسباب المحتملة لألم المبيض أثناء الحمل ما يلي: أولا، توسع الرحم، فمع تقدم الحمل يبدأ الرحم بالتوسع لإفساح المجال للجنين بالنمو، مما قد يولد ضغطا على الأعضاء في منطقة الحوض بما في ذلك المبيض، كما أن التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء هذه الفترة تسبب ألم في الأربطة المستديرة الموجودة على جانبي البطن. هذا قد يسبب الشعور بألم خفيف في المبيض، ويعد ذلك أمرا طبيعيا ولا يستدعي القلق. ثانيا، الحمل خارج الرحم، ففي بعض الحالات قد لا يكون ألم المبايض ناتج عن المبيض نفسه، إذ أن الأعضاء الموجودة في الحوض متقاربة، مما يجعل من الصعب معرفة العضو المسؤول عن الألم. ومن هذه الحالات الحمل خارج الرحم، وهي حالة تحدث عندما تزرع البويضة المخصبة في مكان آخر خارج الرحم، وتعد قناة فالوب المكان الأكثر شيوعا لحدوث هذه المشكلة. ومع نمو الجنين يمكن أن تتمدد قناة فالوب، مما قد يسبب ألم في منطقة المبايض أثناء الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. ويترافق مع هذا الألم مجموعة أخرى من الأعراض، مثل حدوث نزيف مهبلي وغثيان ودوار. ويعد الحمل خارج الرحم حالة طبية طارئة، لأنها يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بنزيف خطير قد يهدد حياة الحامل. لذلك يجب على المرأة استشارة الطبيب على الفور في حال الإحساس بهذه الأعراض. ثالثا، الإجهاض، والذي يعد شائعا أثناء الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وقد يرتبط ألم المبيض أثناء الحمل في بعض الحالات بحدوث الإجهاض، إلا أنه عادة ما يكون الألم الناتج عن الإجهاض شديد ومترافق مع نزيف مهبلي، ويمكن أن تستمر هذه الأعراض لمدة تصل إلى 10 أيام. وفي حال الشك في أن الإجهاض هو السبب في ألم المبيض يجب مراجعة الطبيب على الفور للحصول على العلاج اللازم. رابعا، الأورام الليفية، وهي أورام غير سرطانية تنمو في الرحم أو حوله، تؤدي إلى زيادة غزارة دورة الحيض وطول مدتها، كما تسبب آلام أسفل الظهر وآلام في المبيض وصعوبة الحمل وكثرة التبول. خامسا، أكياس المبيض، وهي أكياس صغيرة مملوءة بالسوائل توجد على سطح المبيض، وهي من المشاكل الشائعة عند النساء أثناء فترة الإنجاب، ويمكن أن تزول هذه الأكياس من تلقاء نفسها دون ألم، ولكن في بعض الحالات قد تتمزق وتسبب ألم خفيف، كما يمكن أن يكون كل من الغثيان أو القيء والانتفاخ والشعور بالامتلاء بعد تناول وجبة خفيفة من العلامات التحذيرية لهذه الحالة. سادسا، انفصال المشيمة، وهي حالة تنفصل فيها المشيمة جزئيا أو كليا عن جدار الرحم، ويزداد خطر حدوثها مع نهاية الحمل، وقد يسبب حدوث ذلك نزيف مهبلي حاد، واعتمادا على موقع المشيمة قد تولد ضغطا على المبيض، مما يسبب ألم في المبيض، ويمكن أن يؤثر ذلك على حياة كل من الأم والجنين. وقد ينتج الألم في مكان المبيض أثناء الحمل عن أسباب أخرى، بما في ذلك التهاب الزائدة والتهاب المسالك البولية وحصى الكلى ومشاكل المرارة.